لحقوق الإنسان. سيد سامي، حدثني عن الوضع الإنساني في مدينة حمص أولا. هناك العديد من العائلات بدأت بالنزوح في سياسة الآن ممنهجة من قبل قوات الجيش السوري والقوات الأمن السوري عن طريق إرهاب السكان وتخويفهم بعمليات القتل والاغتصاب وعمليات الذبح. لا أستطيع تكذيب روايات عشرات أو بل مئات من العائلات وأصدق الرواية الأخرى. الروايات كلها موثقة ونقوم بتوثيق شديد للأسماء وبالأماكن وبالفيديوهات وبالصور. طيب ما الذي ستجريه السلطات من وراء إخافة هذا الشعب وإخراجه من منازله وتهجيره من تلك المناطق؟ أستاذ حمدان، كما تعلم ويعلم الجميع أن هذه السياسة الممنهجة هي ليست من الآن، هي بدأت أستاذي الكريم منذ بداية الثورة السورية والآن في عملية تصاعدية. عندما نتكلم عن حوالي 1069 شهيد في مدينة حمص، كل أهالي مدينة حمص يقولون أن قوات الجيش هي من قتلتهم. السلطات السورية هي تقوم بهذه العملية في عملية إفراغ للمدينة السائرة في رقم واحد، وما هو تفسير أستاذ حمدان لمنع المنظمات الحقوقية والإغاثية؟ نحن كمنظمة ممنوعون من الحراك. قبل يومين اعتقل 3 شباب من مؤسسة شباب الخير، وهي مؤسسة إغاثية ليس لها علاقة لا بعمل مسلح ولا بعمل إرهابي ولا بشيء. كانوا يحملون أغذية عندما جاء الصليب الأحمر، وأنا تواصلت معهم بشكل شخصي. تحمل سياراتهم معدات طبية جراحية، منعوا من الدخول. لماذا؟ هذا التصرف لا يصدر إلا عن سلطات انتهنت وتمنهجت في العملية الحربية ضد هذا الشعب الأعزل. المتضرر الوحيد هو المدني. أحب أن أشير إلى الحالة الإنسانية. الناس تسكن في بوليتين شيت، في نايلون، في برد قارس، معهم أطفال. هناك عائلات أكثر من 10 أشخاص يجلسون في عائلة واحدة، لا يوجد لديهم مطبخ ولا يوجد لديهم أكل ولا تدفئة. طيب سيد سامي، إلى أين ينزح هؤلاء من المناطق مثل كرم الزيتون؟ ينزحون إلى أي المناطق؟ هل يبقون في حمص أم يخرجون خارجها؟ ينزحون في كل الأماكن، وهم مشردون ومشتتون وعوائل ليس في كرم الزيتون، في كرم الزيتون وحي عشيرة وحي الرفاعي. الآن هناك تجهيزات عسكرية لباب الصداع وباب الدريب أيضا في حمص القديمة، وهناك تعزيزات أيضا ربما تكون عملية مشابهة. أستاذ حمدان الكريم، أحب أن أقول أن فقط بقي من أهالي حي الإنشاءات 10%، من أهالي حي بابا عمر فقط 5%، حي كرم الزيتون الآن نفس الشيء، وحي هذه عملية ممنهجة. هؤلاء هم هدف للمنظمات الحقوقية والإغاثية، المفروض أن يكونوا إيواءهم، لأنهم الآن مشردون ولا ماء لديهم ولا طعام، وتركوا منازلهم، ينزحون في اتجاه ريف حمص، في اتجاه الأحياء الأكثر أمانا. وأما الكثير منهم فهناك بعضهم قدم له الصليب الأحمر كما قلت لك بيوت بلاستيكية أو من نايلون، يأوون فيها ويجلسون فيها في بعيد عن المدينة أو في عائلات أو في أحياء أقل تضررا. لكن الحالة الإنسانية هي حالة كارثية في مدينة حمص. الكهرباء تقطع حوالي 19 هناك حديث الآن. طيب سيد سامي، هناك حديث الآن يدور عن اشتباكات في مدينة رانكوس، هل تعلم ما يحدث هناك؟ لا أعلم حقيقة ما يحدث هناك، ونحن يعني كمنظمة حقوقية نحن نلتزم فقط في الجانب الإغاثي الإنساني والجانب التوثيقي للانتهاكات وما يحصل على الأرض. أما عمليات الجيش الحر والاشتباكات وهذه الأمور فهي ليست من ضمن استراتيجيتنا أو أولوياتنا. ما يهمنا هو محاولة بقدر الإمكان أن ننقذ الناس وأن نسعفهم وأن نؤمن لهم الأطباء، وفي ضمن صعوبة بالغة في التحرك والتواصل مع الناس. نتكلم عن أكثر من 85 حاجز أمني، وإذا حملت معدات أو أدوية أو أغذية فأنت رهن ومهدد للاعتقال، وتم اعتقال العديد من عناصر المؤسسة شبكة، وتم أيضا يعني للأسف تم وفاة أو قتل بعضهم، للأسف نقول هذا. السيد سامي إبراهيم الناطق الإعلامي باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شكرا لك.
من جهته دعا المجلس الوطني السوري المعارض إلى تدخل عسكري عربي ودولي عاجل في سوريا ضد نظام الرئيس بشار